نايف الرفيتي. ابشر. يقول وجهك تحت برقعك يا زين كنه كنه سلام نور القمر خلف الغيوم الكثيفة كثيفة وعينيك كانها سجن مدري مجنه لو شافها عنتر فلت منه سيفه الله وخديك كانها يا الغضيروض جنه فيها شتا قلبي وفيها مصيفه ونفسي لا شافتك تغدي مطمئنه وعيني لك تشوف ولغيرك كفيفه وقلبي يظن وكان ما خاب ظنه انك ملك ما خلق بعده خليفه الله 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 وش هالابداع وش هالابداع قصيده وبالنوع هذا والساعة وحدة الظهر بيض الله وجهه وفي المطبخ بيض الله وجهه ويتسوي فول يعني بيض الله وجهه فيك الذل مبدع جلبوك في الجنة والديك يا كيان لا حطها من فوقي لا لا حطها من فوقي يا شباب أبى أتغدى وتراني بخصم في النقاط اشتغلوا بشغل نظيف وشغل كويس رجائي الخاص مالك الا طيبة الخاطر بإذن الله ما عرفتني وأنا عصبي تاخذ نصيحتي ايه في مطعم من قريب لا ان شاء الله لا لا الامور طيبه ان شاء الله وبنتغدى سوا وبنستاهل نعم 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 والله غير هالكلام يا شيف يا حبيبي انا طباخ اتبتل عطنا النظره المبدئيه الاولى للشباب هي بتل صح؟ بتكثر بتل ولا تبل؟ مره يا شيف تدري انك لاحق علي بتشوف طبخ افضل من الطبخ هذا بعشر مرات كنت اطبخ بيد وحده في خمس دقائق يلا ما صار شيء ارجع اطبخ من جديد؟ لا خلاص ما انصح حقطوني الناس ما شاء الله سهلة الله حركات عايض سلم 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 قال يا سلم